مشاهدينا خلينا نروح لموضوع آخر، موضوع هام جدا الحقيقة، فيه اهتمام كبير جدا على مستوى القيادة السياسية بأصحاب قادرون باختلاف. عشان كده بنشوف وبنتابع تحركات كبيرة جدا الحقيقة لدمج ذوي الهمم اللي بيعتبروا ثروة بشرية وكنز حقيقي، وبالتالي صدر عدد من التشريعات اللي بتضمن حقوق قادرون باختلاف. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. حظى ذوي الإعاقة باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى استراتيجية وطنية لدعم إدماجهم في المجتمع، وقد شهد العام الماضي حضور الرئيس احتفالية قادرون باختلاف بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، والتي تضمنت 5 قرارات رئاسية توفر حياة كريمة لأصحاب الهمم، منها التوسع في تأهيل المعلمين بأسس التواصل بذوي الهمم لتمكينهم من أجل التفوق علمياً وعملياً. كذلك إنتاج الأعمال الدرامية والثقافية لإبراز قدرات ذوي الهمم وإسهاماتهم، وقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لذوي الهمم لصقل مهاراتهم وصياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مختلف المجالات. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية مثل الأخوة أو الأخوات لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، وذلك حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى. أيضاً أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وذلك من خلال إنشاء صندوق لضمان توفير الاعتمادات وتسهيل حصول ذوي القدرات على حقوقهم المكتسبة.